بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقيرتنا داونا إساي ميلو بان نغا داونا إسان وحايد اللي نهاي كولان حيسة لك ونسو لواد برامش غارة هو انكو ايجي انو مرحلة دا قودهان دلك يضو نسيدو كالي برامش كانو يهاي ميد غارة وانكو وريسان انو سياسي سلاد علي جيلة وانت بادان اعتقالان وحن وحكوي دين دونا عرمها كونفدريشن كا موضوع برامش كان غارة كاون سياسي وحكوي دين دونا ايا مقادن كرنا نظام كونفدريشن كا labada dhinac aan noqoto ee maamul goboleedada ama dawladda dhexba maadaama confederation-ku ka gidisan yahay federaalka siyaasiga markii hore ku soo dhawaynaya in siyaasi ku soo dhawo TV-ga Shabeelle salaad cala jeela waqtigaaga quruxda badan aadan kaaga mahadcelinayna مدبر أي مدى أشغيها يوم مكة سوى دوالا إلى الله أدي أدنى ومحد سنتين ديار نوائلين هاي جنسي ورئيسي باسا أد بادو ما سنتين سياسي إن وقتي قاقا قروح ذا بدن أنك هاقا مهد علينين نو بل إن وحان رما إن هان بل وح بدن كأوغا نو أدي قن قل هذا إن داودياشينا دابان أياد وح بدن أغو شيكتو إن نظامكا كونفدريشنك ما هي وقت كان مدلا قادن كرم ما دام وكجد سين هي فدرالك هن قط الدولة ده بحه أما ما من قبل جدا يقولي بفكر كده هي صوته إن يعني هي سبلش ده سومالي ده كضاوان يصدقه نحنتي مركي عن إلهي وما حد علي مكدي وحن فدرالك اللي يرادوكم فدريشن كا هذا أهم عن الفهم إنه ما دل كان ما دل كان درس كان كنا هاي كجرا معهم هسا تفيدر عالك هي بوحو أها مد أين أمدينه أين قاضي كريم قد بعت هذا على أوجت إن لو كان بوكسي أو كان نستان أو أي إسوسو هلوبان وجدد أي هذا معايا لصومالي وأمد مدايسن وأمد لنا أول بكم رئيسًا دجال سكي يبرر بلين بولد من ديكتور أري مكك عيو وحيابه أري هذا وضم بنتي أرجع حصله سو دابولي حيابه اسمر كل جرة وأمد الصوماليات فيدراليزم كمر كأي قاريسي أي وحي هذي وجدد لجلها إن انتقل دركتو إسوسو دركتو oo ay midnimadeedi ku soo laabato sida darteed marka confederation u maleeymayo inuu shariicada islaamka waafaqsan yahay maxaa yeelay ummada sideedaba federaalka waa la arkay oo dawladdi islaamka ayaa loo diri jiray walaayooyin ama gubernatorial ayaa mataqaana loo diri jiray oo markaasi meel gaar ah xukumi jiray marka arintaas arin oo aan isleeyahay ma ahan arin ummad islaam ah ka soo rawdo ma ahan ummadaanina ummad qaada karta haba yaraatee ma ahan marka federalism kaan baa rajiyeena marka hadda cod la geliyo gudahan ummada Soomaaliyeed waxay xaq u leedahay regional autonomic inay qaadato ma ismaamul goboleed ama waxa loo yaqaan regional autonomic ama ay qaadan doonto centralization oo ay dawlad dhexe oo awood leh ay dib ugu soo laabato iyo inay federaalka haysato saddexday u codayn doonta ummada Soomaaliyeed marka taas ayaan barajiyeena inay midnimadeedii ay kula soo ceshato inkastoo hadda shaqada aan hayno ama sharciga dalka u yaala oo nidaam federaal ah yahay meel ay ka sii durgi karto sidaas ay ugu sii kala furfurmi karto ummad muslimo haba yaraatee ma jirto marka arintaasi waa ummadeena ummadeenu qaadi karin waa waska cadahay hadii laga eego dhinaca diinta ee hadii laga eego dhinaca sida ay u midaysan tahay meel kasta ay uga midaysan tahay marka uma baahna meel ay ka soo gali kartana ma jirto.
وتهي كونفدريشن كبا حدي ساس ان ادلهد هي سياسي ان فيدرال كنا ان او يحي ان مد حدا ان دنكي دستوركا ان قابكيسو او يحي كوميل غار ان ملسدي كرا امريكا الصوماليه فيدرال كان هي سون دونتايو ان كونفدريشن كو وا مد لغا سي دوركيو مادام كونفدريشن كو مامول غوبليديدا لو باهايا ان ايغا هديسو اي سو ديسان ان سببتو اه دوما اهن كو ديسان اما وا كو كلا تفرروسن او دولدو غانت كو هذا فيدرال كان عن هيسانو ومدينو لما جان قادين محايا لي ومدو وحيلا جان قادة اما اي تقييني وحلو يغان دولة لحا اومي ريسا مركا رنتي هدي تن ايانا سي رفا قالو قولي سي محايا لوحي هدي مركا وحلا لسا ايو ان هوس لغا صور لسو او اب لغيو كر لو لسو محايا لي هدي دقمد على لسو او كونسل لو سمعيو هر قبل مركز دقمويون كي ايسو در صدان دقمد اس مركا اي وكيل كو يالا تا قبل كو مركا قبل كاسو مركا مامول له انو قبل كاكالا لمي دوبو اي احيادا وحاوا وحاو قبل لغو لسا ايو عن نظام رسمي عن مركا هرابا لغو لسن لباتاتو هل كاسي نغه ايسا وحاجري sharci la yiraado wasaaradda arrimaha gudaha ee baarlamaanka meel maraysay oo la yiraado 116 oo dawladdi tan ka horeysay ay dariishada ka tuurtay hadii nidaamkaas wax lagu dhisi lahaa dalkeen waa isqaada lahay oo soo ka soo dhismi lahaa degmada maamulka jiri lahay gobolkay soo gudubsanayd wakiilo wakiiladaas maamulka gudoomiye gobol doora lahay gudoomiyahaas gobolka ayaa marka gudoomiyaha kale oo gobolka kale ay wada hadli lahaayeen dowlad goboleed ayaa ka soo bixi lahaa dhibaatada dhan oo jirto arkiisa waa waxa qabiilka lagu dhisaayo oo mataqaana aan nidaam haba yaraatee aan waafaqsanayn marka ilaa hadda dib loogu la naqdo arintaas oo sharcigaas 116 loo naqdana waxaba yaraatee si rasmi ah ودسمي كرمالي دولة دان هدانا مادام وحي هورا خرف إيو سقاب دان لو لساي وحي كو قسبن تا مركا ميلميه كرون إني وحكينت تاساكو كالفة وات هاي إن محا أدي دي دولة دا إني مامل قبلي دي دا إن أم دا حبانا نيسو إني أيقو إسسو لسان سبب محاي تاي إلو قدي دي يحي إن لما دي دانا لكن وحالا ربوحيهين marka wax la dhisaayo wax loo dhan yahay oo loo mideysan yahay waxaad ogtahay Puntland markii la dhisaayo habka loo dhisay hab loo dhan yahay ay ahayd runtii wasaaradda arrimaha gudaha inay hawshaas la socoto ay ahaydna lagama talagelin dawladdu marka waa aqbashay waa u hambalyeysay taasaa daliil kuugu filan inay dawladdu ay raadinayso wax lagu mideysan yahay wax lagu mideysan yahay hadii deegaankaas ay ka dhashaan mar walba waa lagu loo bogaadinayaa waana lagu qasban yahay laakiin wax lagu dagaalamayo oo gacan ka hadalka imaanayo oo ismagacow u eg hadii dawladdu ma aqbali karto maxaa yeelay colaadaas iyo gacan ka hadalkaas inay maareyso waa waxay u abuuranta وتهي سياسي ود ما سنت سلاد على جلة وقتي كان محاكين أي إن دولة الفدرال كسومالية أي مامل قبل أي دا ولا دا كان تقاب وزارة ذو كله أما وزارة ذي هي ذو كله سيدا ذو أرك تبع أنا جا ما أرك مال أي أولا رقم يسوى وزارة مامل قبل أي تك سيدي سوى وحاكم دا إن هو مثله شعبك meesha deegaanka ku nool madaxweynuhu inuu matalo inuu horumar ka sameeyo inuu mataqaana argagixisada la dagaalamo inuu dawladdu gacan siiso waajibka sidaas waaye dawladdu marka sideedaba maamul goboleedka waqtiga ka dhamaanaya marka waqtigu ka dhamaado inuu dib isu magacaabo asagoon shacabkiisa ka haysan wax la yiraahdo mataqaana taageero
oo aan mataqaana process xalaal ku iimaan way wax la diida ma hene dib kale oo ka dhaxeeya ma jiraan qaarna way wada shaqeeyaan qaarna waxay ka biya diideen inay mataqaana si dimuqraadi loo soo doorto si dimuqraadi way waxay dawladdu raadinayso nidaam ay shacabkaas ama dawlad goboleedkaas dadka ku nool ay sameysteen oo ay u dhan yihiin waayo waxa la raadinayo marka dhib kale ma jirin hagaag dowladda federaalka soomaaliya inta badan waxaa lagu eedeeyaa maamul goboleedyada markay ka dhacayaan doorashooyin oo kale iyadu inay madaxweyne geysato ha noqdaan maamul goboleedyada sida hirshabeelle kasoo qaatay jubbaland kasoo qaatay inkastoo hadda jubbaland uu khilaaf ka taagan yahay saddex madaxweynena in halkaasi madaxweyne ay ka yihiin sheeganayaan laakiin dowladda xanta lagu xanto waxay tahay in maamul goboleedyadu ay rabto madaxweyneyaal ayaga dowladdu ay keensatay inay halkaas geyso ay ku maamusho markii si loo fiiriyana dowladda miyay taas xaq u leedahay shacabka maamul goboleedyada ku kala noolna xaq miyaysan u lahayn in ayagu ay keensadaan cid hogaaminaysa taasi hadde waxay rabtaa in marag loo helo dalka waxaad ogtahay dowlad goboleedyada ka jira waa jubbaland waa koonfur galbeed waa hirshabeelle waa galmudug waa puntland puntland sidaan hore kuugu sheegaba dowladdu wax faragelin haba yaraatee kuma ayna samayn taas ma cadda ama sama cadda waa cadda puntland in madaxweynaha hadda xilka haya in dowladda xaggeeda uu ka socdo shacabka ama hadalhaynta soomaalida sidaa madaxweynaha hadda jooga waadba arkay inayna wada shaqeyn ka dhexeyne taas ma jirto waxa waaye madaxweyne ay doorteen nuuc kastaba ha ahaadee dadka reer puntland waadna arkaysa si transparansiya ayaa lagu doortay oo muuqata waxaa ku xiga koonfur galbeed iyadana waa dhisantay wax cillad aan ahayn muqtaar roogo oo markaas ay dowladdu tiri xilligii uu arrimaha amniga awgiis iyo wasaaradda amnigoo tiri annaga howlaa noogu dhiman ma ogiya dhib kale oo ka jira ma jirin mawetii doorashadu ka dhacda hirshabeelle iyo jubbaland way ka horeeyeenoo markii hore hirshabeelle way ka horeyso iyadoo dhisanay u timida sidiina u dhisantaa waxaa kuusoo helay jubbaland waxaad u jeedaa khilaaf inuu ka jiri khilaafkaas oo ah broseskii ama brosijarkii loo marayo habka doorashada waa laga dhiga adayga doorasho isbarbaryaaca ayaa ka timiday madaxweyneyaal ayaa ismagacaabay taas marka waxay keenaysaa oo laga baqaaya gacanka hadal inuu ka yimaado iyadana taas halkaas in dib loogu naqdo ayay mataqaanaa inkastoo aanan hadda dowladda taas ka hubin haddana waxaa waajib qaran ku ah inay dib loogu naqdo doorasho loo dhan yahay ay ka timaado marka xaggee marka ay ka jirtaa marka in oo dowladdu ay rabto inay iyagu dowlad goboleedyada madaxdooda inay iyadu kuwa ay rabta inay naqdaan inay ku shaqeynayso meel markhaati u ah haba yaraatee ma jirto bulshadaas meesha ku joogto waxay u dhan tahay dowladdu ka badan ma rabto dadaalada marka ay dowladdu waday dhanka maamul goboleedyada ma la dhihi karaa waa mid ay dowladda federaalka soomaaliya ku doonayso inay ku soo laabato awoodda dalka doorashada kadib doorashadan sideedaba waa qof iyo codkiis doorashada hadda la filayo oo 2021 waa doorasho shacbiya oo dadka soomaaliyeed kaar la siinayo oo ay iyagu codaynayaan marka dowlad goboleed iyo cid kastoo soomaaliya shaqsi u imaana qof kasta codkiisa uu xor u yahay marka tii layska soo magacaabayo oo qofku uu oda dhaqameed soo xulayo oo ninka madaxweyne goboleedka ah oo mataqaanaa kan ma raba kanna waa raba uu dhahayo meesha hadda ma jirto cid gaar wax u samaysan karta ma jirto qof muwaadin soomaaliyeed ah
أي مصير كيسة كتالين آية دورشدو كقيب جلا كار كيسو هلا صندوق حسبيقة أو عريها أو مقعي سفير سنايا صندوق سو كويريدا مركا كسو نقشو إيا دولد قبالات اسم وافق سنة تي هوري ولا بدلي وحي هورا وحي آيان وحاو ننجع ليسي وقفك مركا اسمتا غانا أو مدحوينها مركز ثلاثة حاية أو إسهو هبلنا مرة وهبلنا وارة أو مدحوينها كلو دولة قبلتك أو أتل ما ماي تاسو ميش هذا كواك بحر هذا وحاواي قف إيه عدكيس حسبي على دورنا يا وحالي إرادة وحالو يغال بروبرشن الريبرسنتيف أو تقيب سيسمن أيالو قلايا هل ديقان دورة شواي وأرنتي بيدبل كسوهي شيء دولة قبلادية هي دولة ده لا كسوهي شيء أيها بطلقة أو دورة شدان مركة دورة شدان تتكو حد يسيدي هورا كوريوها أيان ماشا ما تعالى تنوحيتها مد هذه موادن صومالية دولة ميه وعضيه مركة قف قف كفي عن هي قف قف بريوريتي له هي قف قف إيدو أي مرتي أتها مجرته مركة واللوسي ميه تاسواي مركب مدة ماشة أي دتكو كأجرين أي أقبان هدي مرحوين الدولة قبلات صباح إنه هدو عط أديك وحقوق تراي أما أو أديك وحقوق كردينا شخصي أو نقا قبل جوكت قبل كيس أنا شخصي نقا مركا هدو عضي هل عضو لي قبلنا هل عضي لي ده واحد إسلام إسلامان ماله مركا أرنت هسميش ما تعال وهاي ذلك هذا دورش وجلس هذا ذي الشيء قفي عض سلاد وقتك هدا إن حالات ضدلك وكجرو أمان كيدو إن مدمانتا فوله لسكوها لين كارو إن معهن إن حالات أمان ولو حاجرت جدقويوين دولدو حاجرت ودوين قارو حيران تاسو كشيبتاي إن حرناشا سيطاي قيب كميدا سوقيدة أمان كا مركا مالسليه كارات دورو شادة ضدلك إن لفيلة يأري بعدو ديبو لعها كو إمان كارا سادكا قوارقة بتبسو ماليا وحا nabadeed lagu raadinayo ayaa waxay tahay in ay dawladdu waqtigeeda ay doorashadu dhacdo runtii markii ugu dhibaato badneed oo anigu aan arkay xilliga Xasan Sheekhe ahayd oo dhowr bilood oo asagu iskiis isaga darsaday tiina idoo la kaashanaya shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka intaba سيكاستابا لباتا وجرتي إذنا هدا ولغا كابسادو دورة شادي ويدا عدا ما دا إكار تمرك دورة شاكو درسي عالم كنا ما أقبالاي وما دا صومالي ما أقبالي ميسو مر والبا انتامي نغي تي نوغو لبكا بدني تي لصومالي هدو لحبيروت كو درسات إيه وحلا ميدا مركا تاسي ميشان ما تعالى دولة داني واختقاد ومركو رمادو دورة شداس قفي عدكي سهل لقلا مدحوينه كصوبحا ايانا ما تغانا حلكا كوريقا مانا جرتو عبسي داس ميشا ما تعالى مركا دادو حاي اسكجرة او ايقو انان دورة شدو قفي عدكي سهل لقلا كشقيناي او مركز هنددايه نظامك الديمقراطيه او وح وناغه او سو سوده حمان كبيغايه دوله داني مركا وعدي هوركيدو شرعي دورشوين كي ميل مريساي حكومدو برلبانك ولييلا تاسا عدينيسا ان اي دوله دانو قفي عدكيس او سوتو اي كترس بارانسي بدانتا كوي هوري mahayelay tii horo sharciigan dastuurkan ku meel gaarka sidiisana oo hayweeyle in qof iyo codkiisa la gaaraan looga fadhiye istobay gelisay wadiiday fursada umada wasiidiiday say rabto ayay wax u soo xulxulatay in direct election wax la yiraahay keentay oo ah ma taqaana kuntun iyo ku qofood إن هل دبان كسو دورته كواسو مركز أفكي أي ودته
أو مركاسي إرقد الله إيماني تن مركا وقفي عدكيس مركا ولول أي كاقبان مركا وضياشي أي يسقر أي جرين أو أي كشق أي سجرين أي كبقى يعني إني ماشا كبحان وحا أي أوينتي أرقق كوين ماشا ليرا واي مركا وحي كلمة الحق يريد بها الباطل أي عرفت ترى وقفك أو إساقهم أو أدوفي عن هم أنتكو بدلاي مركا أضيع شيء استعمالي جرين أو العك تسي جرين أو إحل دمان كي روان أي كسو قرى جرين كي ياكا مغان كي مركا أقيلان وعليهن أنك منا ديه كران قفي عدكي ثمرة وشعب كي ودنكو كعني إسلي أنت سواي مركا هذا وحاد أركيس واتحي دولة الفدرال الصومالية مدام قفي عدو رشد الكال ربين يكدع عدو عاصمت إلا من قبل مامل قبل ديدا قار وحان أغن هاي قبل قار إن شباب بولي عن سر رسمي الله وحرين دولة دي سنك عانكوين مركا لغر ريبو هاد هول غلال اللي قسمي وكالي بلا دوغلا أما أو ديغلو كالي قبل كشبا لدى خوصو إن يرهاد دولة دو أي كاقبسطو ولي لدى غالتا ميسال شباب لكن قبل لدى قار ولي شبابا قعان تكو هايستا دادنا ويكونو ليهين قواصو أباهان دولة نمدو إني أركان وبهان إن دورشادو يكاقب أتا هادي مامل قبل ديدي ولسا سيهين قارقود شبابا يهستان دولة دي ولي ميلة لتعاليس عازمة دي أمان كانسان ويهاي سيدي مركا لربا إن دورشا ميديسان أما سيدي أتكار لبا جيسو بإن النقطو ميد لوقنا يهاي سيدي يكون نقون كرتا نقفل بعكي سؤوبة هاي هادي سؤال في عواي كو هرتا دالك اللبا دو قيب سيه واميل نبادهو لتيجي كارو يميل أن لتيجي كارين مش أن لتيجي كارين دورشة كده عمي معايا لما بتيجي كارا سيدام كدورشة سكوها فقه دورشة دوحة سكوها فقه هل ديجان دورشة واه تلكو هل ديجمو كلا واه قف كستا أو مواد الصومالية ده حسبي وعديها حسبي جاسنا أو تقيب سجيسو وعدي هاي وليش حرام واي لما بقول تضباطن إيه الشن حر ديبان أيو صودي يارينا يا قدقة دورشو إنكو قديبة ليش حرانا لإيرا دا هل كاسو تيقى مركا صوماري وردن وردنطا حسبي قمقا إيشا لو عطيها هل ديقان دورشنا وايو إني كتا عدو ميل آد أدوغو كسو جيدو إيا ميل آدان أدوغو كسو جيدو إني كتا عدو إن وحسامين هي أدوغا كوغو يليز مجرد حسبي قاسان لو عضيها والو سمين هي أود قيبسي و ضد كتبان أي أسمين وان عدنا وحوغا قمين واي محايا يلي إن وحوغ قرين هي حلقبانكو هب إسو ديلي تران ليسك لابا بغل تضواتين شان واي حبك أي أقران تانا وحبكي أو مركي أقوه الرئيسي عدو الباء لغو دلالايو إنو قنعيو أو كالين تيكا جرتو أي كموغطو حسبكي قوليست أي دولة دا صوليسا صومالي دونا واقردان تا حسبكي هدي مركا أو حسبكي قوليسا وينا كواليشينا عيمانا يو شادو قبل من تيوح ليرادو أو مركاس متغانا إن لبا حسبيه حسبيه أود بطشئي حسبيه كلو أو كبيري كرو مركز دولة دلالسهي أو إس أفقرتان أي إس لدس الدوان مركز ساس بي ومدى صوماليات ووضاقن عدون تا مركز تيجو واتهاي إن وحاتري ماشان لتيجي كرين إن دورشاكا مدعي سو إن ماشي لتيجي كرين كدعي إن دادك هالكاس كونو الماشان لتيجي كرين ميسان هاي داد حقوقو باهن ميسان هاين دادك الدولد نمدا قيب كميدا هايستا إنا أيوغو نفتركو دكا قيب قاتا سو أيوغو بداد ماسو صومالي ما ميانان أباهنين هديد دولدو اتسانتان أغو آمستو دولدها كلا إيمانا يا أغو آمستو محالس دي كلا مركز صومالي ويكاقبسو ميكرتا كو هرتا مهمدا لوغا دن لي دورشادان قفي عود كيدا إنا فهمنا لرابا هرتا صومالي ورن إن أرقا قحسادا لغا حرايو وواجب دولة كستسارة دولة دا هادة تجوكتو وحلقة رباواي وبريوري تيغا كوبادة مركا أماها كحوريسو أما قيب كميدة
إيدو عن حرين وقتك وهكذا ما هذا وح وجدة اللي قليها وحياتها قفقي عدكيس وإني ضبطا عديا ضبطا إني عديا أو مصير كي هذا وديبتان إذا رالي كيه تدلي يبسكره أو لعك لسيكره أو لغو كنترولي كروش شلمات أتكا كنتي ودمشي شيء أميشا لغا سارا وحالا ربا قفكا هدي أي سومالي ده شن مليون كعودة يسو أم بأي لبا مليون كعودة يسو إتها ويراتي يبسكرتا مجرتا لكن تركير أو شن يطوان كنغاري يسو كنتن إيه كو قفو تدكو سيدي بسنس كي يبسنا يا سبب تكينيش إن مركز متغانا دل كأن أرجع عصره أي متغانا أي رمين كنا قط عما أي سي جوكتنا وسبب تس إيبسجا تاسع مش لقى سارة قفك وحاله قدورنا هي محو قبنا كريا معايا لعديك الله بقفوا هدي أي كوت مارا مدنا في عيني هاي أت أعطينا يسمدنا أوني واحتري هاي مدنا وياه مدا وحبا قبنا كوحقبة كرا دوره لكن هدي العقومت كلية أي دول صارنتا لعقت أساد مركزات أو حد أكرتا سياد أقاعدته إن أتكفي كرت مركا هدا وحال الربا وحاوي قفك حلبان كان نغناي قفك مدحوينها نغناي إنو أهادو قف أن لإيبسن أون إيب كو إيمان أو إسجا لغتوه ما يو إنو دل كان وحو تراي إنو موادن كو صاد دور تو مركا وحميشا لغا ساراي لعقتي واي كو ربشن كي واي وحال ربا قفكو إنو سم عديسة كو قوب تغو دولاد فدرال كو سومالي يما داما هديبة أمان كي بولي مغالادة لغحاني كو حران تحاي سير ربطا إن دادك اللي سوغو كينا سير كو عوضين كاران سير دور شقف في عدكو نقون كرتا واحر حرين هين مغالا دي دولادو مدادي أيغا كين سدين ميهال مال سوغو كيني دونا ما دام دادكو هادا حالاد دامان اي تاميد عبسي أيغا با سومالي دوسك داحشي كسيين سيدين مارك قف في عدكو نقون كرتا دولادو داد ميداي سان اي مال سوغو دي كيني كرتا دور شو أمان كيدونا لسوغي و نظيفة يكون دعي كرتا قف كموادن كا كارا لسيها اكسام بولان كا قبيغا مثالهن واحد صندوق لبيجا استاديونك استاديونك مركل لبيجا موادين ككارو وطا ورجيس كريسين هاي باقرون كيسة ايو سيفي كيسة iyo waxa uu yahay oo dhan data lagu xareeynaa kaarkiisa uu la imaanaya uu tusanaya waa codeynaya waa laabanaya waxa dugta marka goobaha laga codey karo waxa kamida dowlad goboleedyada caasimadooda meelo kale oo amaana degmooyin kala jira intaas tirada ka codey doonto 5 milyan waa dhamaane 5 milyan ay codeyso taageeray hiray dawladdu waa dawlad ka timida shacabka Soomaaliyeed shababkana markaas suurkay ku qaadayaan maxay yeelay 5 milyan oo qofood oo dawladay doorato hadii la helo dawladdaasi shacabay yeelanay waa dawlad raali laga yahay waa dawlad markaas aan cid hor istaagi karta ayna jirin caalamkanana credibility ku yeelane shakhsiyade waxay ku yeelaneysa dawlad laga sharfo ayay noqonaysa marka dawlad aan shacabkeedu soo dooran iyo dawlad shacabkeedu soo doortaa hadii ay kuraas meel isugu tagaan waa kala sharaf badan yahay maxay yeelay qofka mas'uulka oo la soo doortaa mar walba adduunku xurmeynaya hadli kara umadiisa oo hadli kara ujeedada laga leeyahay taas waa doorashada la filayo haday dib u dhacdo qof iyo codna ay noqon weeyso saameyn ay ka yeelan karta sideedaba waxa ka go'an
ومدى الصومالية وحكو الدرس اللي يرادو فرصة داسو كما بجرتو مركا وهبينك حالا يا يوتيجي سؤاشا اسمركا مناسب وحينا بقو اهين با قرشهان دولدان ما اهن شعب كان ما اهن مركا ما با اما كرتو وارن ان اما كرن و ان امدى الصومالية بقين كفكري هذا مسؤولية كوا مسؤول كوا يكوا شعب كا أنتوا بما أقول مركز ما ب مركز أنتيم يكوا أي دورة شبكة لا تاسي وحاء التاجن سياسيين تصوماريات أحزاب تصوماريات دولة دان هذا جرتنا قرشيرة كمد معهم مركز مال أي كإما كرتها ويراته ما بجرتها وتهي إن ذلك أقولي هاي دور حسبي doorashadana qayb bay ka yihiin in ka qayb qaataan maadaama la dhahay doorashadan aan xisbiyada la soo dhisaayeen maadaama qof fiicud ay tahay in xisbiyadaasi sida la sheegay inay midoobayaan ba jirtay ma qof walba xisbigiisa gooni buu wadan doonaa doorashada mise inta xisbiga dalka hadda ka dhisan iyo inta soo biireys marba marka ka dambeysa ee shahaadooyin kala siinaya way wada midoobayaan xisbiyadu sidoodaba habka lagu noqonaayo xisbi شرعية كيال شرعية حسبية الصومالية دا جرا البرلمان كوميل مري وكشدا القاضي نايا تستور كوميل جاركا حسبية هاد أركيسة دا أحزاب توحية هي ستا ديوان جلين تكو بعدي هي ستا وهي أحزاب كون غكرتا ديوان جلين طلبات مرك أي هشو ومركز أي سجال قبل ay iska diiwaan geliso oo markaas ay 10 kun oo qofood xisbiga oo taageero ka helo oo markaas ay registration u noqdaa markaas uu xisbi rasmi yahay xisbiyadan ku meel gaarka markaas saadka warqabtaba iyagu waxay u qaybsan yihiin xisbiya cusub oo aan wili fahmin نظام كحسبي نماذا أو يجو جديدة هي إيه حسبيه باللوج هربا ديوان جلنت هذا مركا هذه أنها مركا حسبية دي هراء أنا وهذا كلمت حسب ديوان جلنت وها حسب جمد نماذا ديمقراطية دوانو قدوميها وهاي حسب جلبات أو لديوان جلي وها وحانا جاهو الرئيي كالية حسبي جرسور وحان ويا يأرق نما مركا أولينا هبك دورة شو ينكا انتا صورنا سمينا ران قادينا اكسبيريان سيان كهلنا كالسونيان هيسنا مركا وحاجر حسبي عصب او بل امبا طبان مالمود امبا ما تغانا لابا بلود جره oo iyaga argagax ku jira oo habka doorashadu ay u dhacayso iyo aan wax experience aan ka haysan oo hadda iska buuqsan oo iyagu ma taqaana habka xisbiyeenimada aan fahamsaneen oo inuu xisbigu dagaal yahay u heesta oo xisbigu inuu ma taqaana colaad yahay u heesto qaab jabhadeed u isticmaalaya kuwaasa jira iyagana runtii waxaan rajaynaynaa maalmaha ay joogaan oo ay bila joogaan inay fahmi doonaan xisbigu inuu yahay soo jiidasho tala wadaag iyo inaad ma taqaanaa buuqa yareyso oo shuruucda aad eegto waa jira sharciga axsaabta inaad horta xifdiso oo akhrisato oo markaas waxa waajib lagugu leeyahay oo adiga lagaa rabo iyo waxa adiga ma taqaanaa aad إن حقه ولاده إن هاد مرتقى أنا أتكلم فهمت مركا بوقا أركى مركا معلمهان وحسبيري أصبع وأنولي آخر سن شروع دي يجنا وحن رجيه إن مركا تم في عنا دقيقتان وهذا سنة كان كلا بركيش جارين inay fahmi doonaan kuna kalsoonaan doonaan habka doorashooyinku ay u dhacayaan iyo shuruucda taala
يا وحلو يا غانا بروبرش نالكا يا اود قيبسكا يا وحك هبيا راتب يا غاليتكو اني ندلكا اعلن اني فهمي دون اساسا رجيه وانا وباقا اني اخرستان شروع دا حزبت اني اخرستان أدن مثلاً وكبك سايان أنا مثله. وتا تاسمرك وحكوت المانتي ده كاسي إني يهين ده دول نمدا كسهور جدا ما دام وحدرتو إن ده دان حل من الوضع قاضي كرنا ما إن كل كاسو كلا سياسدو كود استعماله لكن جست هذا وقت حاضر كان إن سكوك كنت إن لا بحس بي أي مدوبان مرك محل إسدي كرام عرقلة ده هدي كود ذلك كأور ميا مثل مد دول دان هدي جرتو لجوسي للا عيني. أرتا أصبحي سوى الأقول يعني لم يدوب لكن قرما لم يدوب أواي ومركا تحس بالرسمي النقط أدون حس بالرسمي النقط ما بل لم يدوب كرت تحس بكذا معايا لا أدقي أبا حس بني مراده أين بورا أهين مركا وحال الربا إنا تسلست أدو حس بني مراده إنا تستالك الربا دي مركات أدوه حسب اللي ميدوه بينا قد دورة شوين كحفيز كديوان قلنت أنا قسك حادرس أوت ده هذا إن حسب اللي ميدوه بان ربا أوت ورقد جيسو مدة كوبي الله واتن مع الموضة بدهودة أيه كعربتا لكن هذا واحد يجو سمعين عيان مركان قيمي وأون أديك وأحزاب نمرة كبيرادة وعن شروع ذا حزبية ذا عن وافق سنين ومركز كيني كره إنه يكون مرن هبابان إيهو مركا هدي سأي أخرستان شرع أحزاب تهدي أخريان وحي أغاهايان وحي حق الليين إيه وحينا حق لهي مركا تاس أدي آدان وقباقا مركا إنه أخرستان شروع ذا إن واتحي إن حاجة أمان كذلك ما دام عن كهلا إنه إن دولة الفدرالية سمح لي واحد جرتوا إن إن مجال هذا مركي أمان كذا سوى سمع لبنان لحرحه مرك حرناشها ودوني كقار دولة الفدرالية سمح لي ولي بدولة دان أي أدوات كسي إن لبنان لحرتو مرسدي كراتس أمان السوق كرتها إن أرنت أو جدتك أرتسات كورق بتبع جدتك سببت اللوحيرة وحواء قرحيه ده إن لغو يرعي وهذا أركتي أركك حسده إنه ينتج عن إيشو شعب صومالي يدو مل تورن أي قرح وأريكسة أنت بابور أقلكتو أي كو قرحسه وأنا أركت على الحمضة أي لادة وحول بمركة موادنك إلا بدبادية هورت كوكا هدي تاس عنك صوت لنه هدا قدومي عصب أي قبل كبراندر اللو مقعاوي وأنا نن عن إسلامي هاي وأنا نن أقول أول مجال ده فهم سنة هب كم تغنى أرجع حسده يكو قرابة هذا وحو بلن قاعدة مركة عندك حانتي لا يريد دانو أما إن كان تلاب وافية لقى قاعدة دانو اسبدل في عنا أو إما دنيو مركة واكد ورسوجينا وحنا رجينا إني أرماس أي شعبك كب بكسة دونان أو أي هيري دونان صعدك إيو إسبوغ الشدي إيو متغانا إن ودوينك إني أفرم دونان تاسوا مدى دوان لفرجيها وانا إيمان إيسا محايا لي قدوم يهودا أو بلانقا دي شغد أسنا وصعدها ياسر وأتحدى وضيع القبيل دحين برامش كيني جارك هاي ينقود الجرنة تيفي الشباب اللي حرمت السوق اللي هي مقالة عاصمة مقدشو أيو برامش كده كجاي معنا يا وحنا مرتجوا برامش كان جارك هاي جلقة قادنا يا وقت جيس قالجا أن أقوم هاد علينا إنه السياسة سلط على الجلة إن سؤال نوره كوكبان أيه نور دمن كستو قبيل سلحان كود الجرنة قبيل دبنا برامش كنا جارك خصي سقينا إن سلط دبنا كوس ولطي هذا الله حد كذا واجس لأنك أمانك دولة الفدرالية الصومالية وقت حاضر كان أمانك عاصمة مقدشة لغو سقيو إن لغو يرينا يو إن دقالي هنا ده حركة على الشباب قرحية ده مرة قريب جستا إن واحد جرتو أيده ودوين كواي حريه
أد أماكن لو أتكيو ميل البابا جد جويو أما دقة حالا دقي إن هذانا الشباب أي قرحية كفوليا تاسمح أصبابا وها أصبابا هرت الشعب كقبل كبراندي الكنول أداد أركتو أمان لبقى يبودو ككوابينيا ما ملكة قيبت وين أولي هاي وإنو أمان كصغا تقنوين كيا قبل ك iyo ciidamada halkaas ka howlgalay laakiin shacabka waxa laga rabaa inay la shaqeeyaan laamaha amaanka oo ay sheegaan qoloyinka argagixisada hooyada waxa laga rabaa wiilkeeda inay ku dhirato inay tiraa igaarkayga uma begin hadayna dhihi karin waa shabaab hadayna dhihi karin markay dareento wiilkeyga halay dhaqan celiyo وكشكيه أم بيجينا إني تراهدو على جربا أو على الأريقة سيلة ماذا هدي مركا وسنجرين شعب ترين فقلة أو حافديسة إلى شنايا مرول بو حواي جانسي إلى محايا إلى كل ما دورتو يا صومالي وكما ماذا مركا إنكستو أي مسؤولية وين أي لادها دولدو oo laga rabo si kastaba ha noqotee inay iidu amaanka ka soo dhalaasho oo eedu ay iyaga qabanayso haddana waxaan isleeyahay shacabka gobolka Banaadir sidii laga rabay nabadgelyadooda ugu ma dadaalayaan waxaan dhihi lahaa marka inay ugu dadaalaan oo ay ka fikireen inayna qofku uunan isbihin ama qoysku uunan isbihin idinka ما وبدبادي سيني عبسه أو عبسداس إني كوبد بادان إني إنن كوفي كريني إني كوفي كران إني وجهان لبعت رحيسة تصدق وقبل حلاها معايا لي وحي ولا لك أكون دعاء أديك أنا واقو كون دعاء مرك هدي قرح أنت لا سوق هذا حافظ أو كدعاء حافظك لأن بيرينو كدعاء إني كوفي كران أو أي أنت إسكاشران degmooyinkooda ay xaafadahooda la shaqeeyaan ay cadawga ay bannaanka soo dhigaan haday ilmahooda yihiin ay bannaanka soo dhigaan taasa looga baahan yahay waxaan rajaynayaa gudoomiyahan cusub inuu farij qeyr qaba oo u noqon doono oo loo bixi doono Umar Farij in loo bixi doono oo farij qeyr qaba Ilaahay uga dhigi doono shacab kan gobolka Banaadir ku nool. Waatay in arinta in wada shaqeynta dawladda ee laamaha amaanka iyo shacabkuba ma la isdhi karaa dawladdu in kalsooni badan maysan siin shacabka. Shacabkuna kalsooni badan ma ku qaban dawladda maadaama wada shaqeyntu ay tahay mid aad u liidata. Ma la isdhi karaa taasa keeni karta in hooyo walbaba aysan ku dhirin inay wax soo sheegto maadaama ay soo sheegto ama dawladdu ay la wadaagto waxyaabaha qatarta in hadana dadka qatarta ka imaatay bir ka maalin ay maamadaas wax soo sheegtay dhibaato u geystaan ayaguna dawladdu ma damaanad qaadi kartaa in amaanka shacabka ama qofkii wax la wadaaga inay sugto horta damaanada ilaahay leh argagixisada aada ay leedahay jirta waxaan ilaahay ka baqayn waxaan xariis barteeran lahayn oo khawaarija dadkaas marka calaamada lagu yaqaan waxa waaye inay sameeyaan shay binu aadanka aan ka soo raabin marka qofkii waa argagaxa markuu argagaxo marka wuxuu quusanayaa oo ka quusanayaa in iyaga laga adkaa karo ayuu ka rajo dhigaa dawladda waxa laga rabo marka waxa waaye in laga adkaa karo inay tusto shacabka inay tusto in laga adkaa karo oo ay u jibiso argagixisada oo argagixisadu markaas ay timaado ay gabadhu ku dhirato oo ay tiraado waa laga adkaada waa jabeen oo geesinimo ku soo kororto gabadha Soomaaliya laakiin shacabka waxa laga rabaa iyagana inay ogaadaan nafta Ilaahay gooye Ilaahayna nooleeya marka waqti adiga ilaahay uu ku qoray
عدكوا ده فكرت هواي راتي ما جرت إيمانك مركب إلهي قرآن كيس وكله لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون دبنا وقديم ما نكهر مريض تاس مركب إيدو إيمانك يا قرآن كأن كريم كأو شرفته بدن كيف إيدي سنة هنا مركب وينو كيس إنما إيمانك أكو قصير وقف كينو كدل الربا إنو نكدل كرين إلهي أن أقران وقدرتيسو أين إيمان إني مركب كفكران ومركاسي يجونا وحسك عابيا أنت صديق لو وضح له مركب حا إيمانا حسلوني يطمانينو إيو إن إلهي مركاس لو توبة كينو ولو مهد عليو أي إيمان إيسا مركب وحان الله ربا مركب إن قفك ولا الكاء هذا لجع لاشته وحنفت هذا لجع عشه مركب وحديث رسول كله قويري مركب وحاقفك لقى ربا إن ولا الكيس لجع لاله وحاقو نفتيس لجع ليه تاسنا وحيك إن إيسا إن مركب مسلمين تو أمدتك ولا لها هو أو صومالية أي نقضان مركب دت كفا إيديسته دين تود إيا إيمان كود وات هاي أدماسان تحسالات دولة الفدرال كالصومالية مركي محمد عبد الله فرماجو حل كان قبنية وحيابة بضان وهاد دولة دان وقتها دو سيق ببسانية لو أمانا جرت وحيابة بضان ومركا قار لو حتى نوي جرتا سيدا دولة الفدرال كالصومالية وحا كم دا وحيابها لو أمانا إن محبيز بضان dalku ay keentay in tan kalena waxay tahay arimaha amaanka in dawladdu ay ku guuleysan weysay taas oo ku sheegtay in marka horeba aan wada xirmeenin laakiin haddii ay u muuqato Soomaaliya tan xilligi dawladdi la caleemasaaray ila waqtigan wada mooyay in wax kale aanba markaas la sameeyin karin iyo xilbadalkeedu ama isbadbadalka xilalka kala qaadisto inay aad u badan yihiin taasina maxaa koos garayn kara ma dawladnimada ku sii dhismi karta amaanka horta waa wax koobaad وحلالا ميل ديبو أم بلغو ميثالو هوا ياراتي مجرد أما إن كان وحو أباهن يهي كرت الإرادة وحاوا يهدي آد قلاد ده وقفان كو حبونين هذا أما إن كو ديبتو مركاس كسو واقسا ميسي ديباتا دي كان جارد مركا دولد دان وأسكت ضيدي أمانك إني وحكا قبل لكن مركي أوه الرئيس بمينين هاليلي ضدك كوها بونا وأرنتاس كميركيني كاري مرنا عكتا مينا ساري وحان سليها مركي هادا مقعوغا نوغو دنبي إذو ويا يأرق نمو كقادا نيسو كوف كوفكي يدباتا دي إيو مرول بقف انت حلسي او قفكي حلكي انو كوغوليست او كريواي وحان اسليها مانتا مرك هدي لو فيري تاليا ياشا عيدا مر هدي قدوميها قبل كلا فيري وحواي وحان اسليها هدا اكتي لهش وددا مركا سند كي قوركا هو قدما هدي مركا اي فرصدان magacow gaar ah oo heshay ka faa'iideysato ilaahay waafaji marka waxa isleeha markii waqtigeedu uu dhamaado meel wanaagsan ay xaaladu gaari mahayelay hadii aad hesho qofki ku habboonay hawsha guushu waa fududda marka hadda waa helayn doorka kama hadlaan waa tahay in dawladda federaalka Soomaaliya waxyaabo badan madaxweynaha waxa kamid ahaa in uu joojinayo safaradii uu dalka dibadiisa ku aaday jiray inuu sanbixinba inta badan hadda aad bay u badan yihiin inuu safro inuu imaado buuxo taas maxaa la dhigi karaa ayuuna waa qayb kamid ah shaqada uu dalku hayo ma la dhigi karaa saadka warqabta madaxweynuhu xukuumadiisa uu idmaday hawlaha fulinta واسكو كالسوني وحتى فرارو قهوة يراته السيقى إيه ريجل وجاره سكما جرت مركا رنتي هوري كلمة داس او يري
oo eeday safarada inuu yareeyo runtii ma suuragelino waxay ku suurageli weyday madaxweynaha shaqada u taalla oo dalka gudihiisa uga taalla iyo midda dibadda u taalla inay isqaybiyaan mar walba waa ku qasban yihiin marka maadaama xukuumaddu ay gudaha ka shaqeyneyso marka waxyaabaha muhiimka ah hadda aada arkaysay in shahaada lagu siiyey New York waxaa keena safaradii waaye Ethiopia iyo Soomaaliya iyo Eritrea inay isbahaysi yeesheen in labadaas dal oo dagaashanay ay heshiiyeen in waxyoo dhan geeska Afrika hadda uu inta badan midaysan yahay waxyaabahaas waxay marka ku tusinayaan safaro badan marka inay miro dhal noqdeen runtii dagaal badan ee dowladda waad ogtahay oo dowladda ayaa colaad badan la yimiday iyagoo markaa Soomaaliya ka dhigaya inay sharafteeda iyo karaamadeeda soo celiso soo ceshata u diideen oo aad ogtahay inay mataqaanaa ay inay kala qeybiyaan oo gobolla gobolla u kala qeybiyaan oo nidaamkii dowliga ahaa oo Soomaaliya soo korayay inay mataqaanaa ay ku naqdeen caqabad waxyaabahaas oo dhammaan la maareynayo hadday tahay wadamada khaliijka ama mataqaanaa carabta iyo haddii ay geeska afrikaan ku nool nahay tahay iyo guud ahaan caalamkana xariiro badan in laga sameeyo Soomaaliya waa u baahneed marka waxaan is leeyahay wixii la rabay lama hayo guud ahaan laakiin waxaan is leeyahay adiga hadda meel sharaftiya karaamadi ay muuqato oo dadka Soomaaliyeed inay dowlad leeyihiin ay dareensan yihiin ala joogahaan is leeyahay oo tahay siyaasad wad mahadsan tahay maadaama qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka marayno hal iyo laba su-aalaan rabaa markaas inaan ku weydiiyo waan iska soo gabagabaysanayna su-aasha u dambeysa aan rabay inaan ku weydiiyo waxay tahay dowladda federaalka Soomaaliya markii si loo fiiriyo ammaanka xaggiisa waxbay sugtay mararka qaar haddana waxaa jirto lamaha ammaanku inay ka digaan gawaari qaraxiya inay magaalada ku jiraan isla gawaaridii ay sheegaan ayaa haddana magaalada ku qarxaya qaab ay dowladda kaga hortegi karta ma jirto miya arrintaas waa laga hortegi karaa magaalada waxay u baahan tahay in bannaanka laga ilaaliyo magaalada waxay seef ka naqa kartaa wixii soo gelaya markaad koontaroosh waa caddaha taasi marka gudaha kaliya lagama kontarooli kara maxaa yeelay haddii waxu ay gudaha kula soo galaan information kastoo hesha waa kula meereysanaya marka stoptu waxay u baahan tahay bannaanka shisheys taasna hadda runtii waa midda weeye aragnimadeedu ay muuqato oo aan is leeyahay bilaha soo socda magaaladaanu runtii waxaan is leeyahay waxba iska bedela maxaa yeelay markii cumar finish la magacaabay runtii waxaa ii muuqata dowladdu inay ku guuleysatay inay bannaanka guruubeysi wax la yiraahdo inay meesha ka saarto ayaa wax qaba kara oo karti u leh oo xud ogaada inay u magacaawda maxaa yeelay sooma doonaan kursiga isagu kursiga isaga oo aan mataqaanaa soo doonan ayaa waxqabad laga raadinayo ayaa loogu doortay taasna waxay muujinaysaa dadaalka ma dambaysa inuu jiro madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wuxuu sheegay arrinta badda kenya oo kale madaxweynaha wuxuu sheegay kenya muranka kala dhexeeya dalkeenna iyo kenyaba in madaxweynuhu ku qanacsan yahay ama ay ku qanacsan yihiin dhageysiga dacwadda heeg taalla dowladda federaalka soomaaliya in dib loo dhageysto kenyana waxay sheegaysaa in wadahadal hooseed lagu dhamayn karo soomaaliya ma lais dhihi karaa rajooyinkaas ay qabto intaysan dowladdan dhicin way ku guuleysan karaan inay dib usoo ceshtaan badda muranka uu kala dhexeeya dalkeenna
iyo Kenya. Hadiisa Kenya badana laga soo celiyo Soomaalida ku nool agteeda sida Nairobi oo kale maxaa u dambeyn doona Kenya ma soo qabi doonta mise meelo qaar ay dagaal nagu la gali doonto ay qabsan doonta jirto horta dalalka ama adduunku wuxuu mataqaanaa ku nool yahay ama uu ku wada shaqeeyaa ama uu ku kala baxaa waa shuruuc maxkamadda heegna hadee maxkamadda cadaaladda ee adduunka na waxay ka dhaxaysaa dalalka lagu kala saaraa madaxweynaha ama dowladda farmaajo madaxweyne farmaajo waa ka horeysa dowladdii xasan sheekh ayaa waxay badda sideedaba dowladdii xasan sheekh ka horeysa ayaa khilaafka gelisa oho wax aan loo baahnayn iyo murun soomaaliya iyo kenya aan ka dhexayn ayay qorta noo gelisa hase ahaatee dowladdii xasan sheekh waxay suurto gelisay murunkiisi oo mataqaanaa xal loogu helo oo shacabka soomaaliyeed aynan waxay leeyihiin aynan ka dhumin badda soomaaliya inayna dhumin waxaa suurto gashay inuu ilaahay waafajiyey inuu maxkamadda caalamiga dacwadeenu ay u gudubto madaxweyne farmaajo marka waa ka horeysa hadday ka horeysay isagu marka halkiisa inuu kasii wado ma ogiye isagu ma geli kariyo inuu arintaas uu soo celiyo shacabka soomaaliyeedna ma aqbalayo isagana kuma haboono wuuna fahmay in arrinkaasi haba yaraatee halkeeda in laga sii wada ma ogiye inaan mataqaana arrintaasi wada xaajood laga geli kara oonan jirin maxaa yeelay waxaad adigu leedahay inaad haddii lagula qabsado inaad sharciga ku baxdo ku kala baxdiin waxaan ahaynoo adiga aad xantid waxaagii ku heli karto oo xaquuqdaadii aad ku heli karta ma jirto taas marka waxay ku dhammaanee insha allahu tacaala maxkamaddaas kenyana nasiib wanaag iiduna waa geysatay oo dacwadeenii inay nala doodo oo aan isla goob tagno waa suurto gashay marka resultiga ama natiijada ayaan marka isla sugaynaa rajada soomaaliyadana waa wanaagsan tahay insha allahu tacaalaana dhul baddeenii guul ayay ku dhammaan doontaa haddii alla yiraahdo waa tahay su-aalahiin intaas aan kaga gudbeynaa waxaan rabaa su-aalada ku qaasa inaan ku weydiiyo salaad haddii aan noqon lahayd madaxweynaha dalka qorshaha ama tallaabada ugu horeyso aad qaadi lahayd maxay ahaan lahayd ma dadka haday kaa horeeyaa ma kuwii kii kaa dambeeyaba wadooyinkay qaadeen maad qaadi lahayd mise waddo cusub ay dadku kugu bartaano salaadkii aad tahay kaga gedisan ayaad samayn lahayd horta markaad madaxweyne nasiib aad u hesho qofka wixii ku jira ayuu la goob imaanaa marka madaxweynena ma doono kartid inaad doonatana kumaba haboono haddaadan marka hore qorsho lahayn aniga marka haddii misaal ahaan aan madaxweyne naqan lahaa soomaaliya waxaan u arkaa in haddii amniga loo sugo inay beeraheeda iyo xoolaheeda iyo kalluunkeeda iyo ganacsigeeda uu ku filan yahay oo qofka soomaaliga ahu uu si tartiiba usoo kaba doono marka anigu runtii xoogga mar walba waxaan saari lahaa nabadgelyada haddii soomaaliya loo sugana dal barwaaqaha ay haysataa waxyaabaha kalena waa ka fudud yihiin haddii amniga aad ka adkaato waxa kale waa wax iska sideedana dowladnimo
أفر قيبوت أيا لغا فيريا قيبو حاواي أمنية قيب نوار دقالة أبدا ساء مهم قيب تسد حدوى سياسة قيب تأفر النواء أديق بلشدة أفر تاس شيء هداد حوق صارت وأمنية مركي آت كوغو ليست سياسدنا وا ماري كرتا هو ادي كولا علاقتنتا واسك حيري كرتا معايا الامنيات كوغو ليستي مركاساد وحاد ليه كرتا ورجوك قسكات ودو عاد ليه كرتا مركا سياسد دي لدك كوغو اهدود وحكا قبل لهاد والا عبوري كرا هدي أطلقالها كوغو ليستنا هذه قبل شدة هذه شعب كل دبعتها شيكتان دبعتها دي أي شيء جنا يينا تكحلني معايا رتق عليه يتكوجوليت بكرة دي لا صوج عبي وأمني جاي رتق عليه لا بد أسان مركي أنا جه أنا حوجة صار له هاي إن سلطة كنت بدهم حكوي قانون إن هاي معارض سلطة أنت بدهم حلي جواب معارض 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 دولة دي تنكه رئيس معارضة ده حد السه معارض متهيد وصلادو حالها النبضي إنه لولا النقضي، إن مدام هذا دولدان عتاجرتي دولدان يحكوه ريبا معارضة هاي دولدان حجج كوسين وين؟ رنتي هذا أنا جسات كورقة بتوع، شجعت هرتا إن لقول صاد دانتو أي كوفي عنتا، هذا ترى شجعان روا، شروطه مكيني كرت. وهذا هو المقونة يسا قف أسوق إنه اسكد دانيستو روا ومركا اسكو عيبو بمركو دانيستانا شخصية ديسو ايكو عيبو دو محايا لي وحان مناسب كو اهينا فرها لقيلي مرها دا دانيسي عدكا هداش سياسة دا مركا داتي رادو حلها لي ديبو شروط لما اماكرت حلكاس ادو قبانا يسو واجبات أو كسارة واجبات كاسمرك أو كسارنا وحبه نانا إن هذا مركز لغوق عنسي أو حياب بدن أو مركز واجبات كات أدك جدًا لهذاي هدادن هيلنا أتفشل ما يسو آيات شيء قويه أنا يا مركز وحن هدي أن حل أو كلا أن كورماي وحبه أنا هاي إن حل كل يرا حل كان قبه هذان لا يدهن وحنو أركا حلكو إنه هذي لغو هذي هلا يسيء ترى إن أتكو فشل مه أنا من سنة مرك فشلنا مرة هو ها دول دول مرك هذي كتير هذا حلك عن قبو هذا مرك أصحاب ده عن قبته وحنو وحنو وبهني هي إن ما لا يقوق عن سيها هذي مرك أصلو يرى هذا لقوق عن سيها ما إسكو قبل ميش مرك أنا جمر والبحل هذي عن 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 ليلة صوت دوانا حلا دورة شئين ما دوانا قف قف واحد تاجر على بس يا ولد الله أركا دولت هذا وحوا أفا كتاجر تا دت كنا وحبي فيرنا يعني قف كان مرك هرم عارض وها حد ستاجر ويهاي ملا عجل الله بلن قاده مثل العجل اللي سيو تاجر كنا قضي مثل حلب الله بلن قاده أديك دولت ده قاب كات كتاجر قاب كات ملا عج ما إن حلا لغو بلن قادي مسوح قبض كذا كيش قاب عن كيكو تاجر دات كهرتا وحالا غفيريا سيفي جيس أنيقا دات كان دوا قلي سياسة دا كويهين دا دو داير أنيقا دوا وحا إسلي أداو للم بطن مهمة دو حاواي أنيقا دولت جرتا او ديكاتورا او مركز جرتاي ايان وحان اسئري شعبكو وحد دورتو واتي افكن بلغو سمي واتي محمد سياد وحاد اكتاي مدحويني كهوريين للدلي حل لبان ايجوغين حل لبان دي لحرحر وحي كهوريو لان دورة شيئه دولت داس مركز أفجن بيجا سامي ساي
أيان مركا وحان روا إن سوء إليو شعب كأمانة دودي اللي قرى يكو قادة قرى وحان أين لوغ سوء إلي مكار وحان إسلها يا مركا هدي أسيق اللي ريدو ولا غفعناها وشعب كيا فرصة هلا نصيب دره ميل أنا مليهين يوح أنا فيليه يوح لغا قوم مايو أقورت نوغالا وسيب الوارة وحي كدن بي أنك الدولة دي انبغات الوصول لسا أنا حل إبان كصون نقل دولة دا سمركا أنو مر والبا وحان ربا مركا إن مدحتوية دا صومالي دولة فريساتو لحيلو أو أمدو إسكال لحاشو رنتي آدي آد أيان وقود دالني استرقل أدك أما هلغن أدك أو أن صومرنا الحمد لله إلهي وانو قولي أنا مركا مر والبا وحانو أركاي إن أي جيران ضد ومدى صوماليات وقصود دقالاية دينت وأرقق حسو عالمي كم ارتقاد عدالكين وقرحي دان أنا مدقان كأولهين نوصو سفري كواس مركا مرول با ما يشيء بدينهين أيان مرول با متقان نهان عنيقا litku aha maxay la iyaga oo joogo wax la gaari karo ma jirto dawladdan marka hada jirto arga gaxsada ma gacan seenayso waa dawlad waad ee karta inay meela meelo ama ayna wada seef ahayno تدولي أرجع حسادة أشقاية أي كيهين حلال كهايا وارد أكرت لكن دولة دان وحانو أركا لبقى طب ومهمة إن لقى رحلة دون مدو حواي دورة شتا سنكوشي وقفي عوضة وكو تاقير سنة كمد من تأهان نا بلانتاس runtii wa galeen waana ku kalsoonahay inay qofii codkiis ay imaadoonto marka waa fursad aan waligeey ku taamaayo inay shacabka Soomaaliyeed ay codeeyaan waxay ka fiican tahay inaan anigu madaxweyne naqday ka fiican tahay maxay yeelay waa wax arurtaada ka arur ay iska dhale ay iska dhaxli doonaan qodobka labaadna wuxuu yahay inay Soomaaliya شرفتيدي إيا كرامة ديدي عالميك إهيدي إيا مقامك إي عالمك كل هيدي إني همين أيان أو أي متغانا أينن هدي إسقبسي لابد دولة 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 دا صوماليا إيا إيدو أي إسقبتان إني نمدح الرقمين إني أي متغانا مي أي ليه كرتان واكو أرك لابد أسقط بمرك هدي دي بدينا إيساس كتاي دورة شدنا إنت لغا فلان هايو marka waxaan is leeyahay dhal Soomaaliyeed ma fuga maayelay waxa adduunka ugu fiican oo raasumaal waa dowladnimo dadku waxay u heystaan lacag yar yar iyagu heystaan in raasumaal naqa karto raasumaal waa ah dowladnimo wax kale oo naqa kara oo ilaahay abuurto ma jirto marka anigu arimahaas ayaan ma taqaanaa aan ku taageeray isla markaasna xud ogaalaan oo ho waa dowlad dad ku jira aan saaxiib la ahayo oo i dhigansanaysa oo aan markaas wax xun iyo wax wanaagsan aan kala sheer garay karo marka muhiim waxa marka dalkaaga meesha u socdo haddii marka fiiriso oo ay marka noqoto positive guul ay naqato oo rajo aad ka qabto marka inaad dadaasho oo qaybta kaaga aadan mar walba adoon dan gaar ah ayagii inaad marka gacan weyn ka geysato inta ku suurta gala xil hay aan baahaynin waa waajib qaran
أذن كارم هذا علني إن وقت جاك قروح لبضن عن نسيسي إن قبل قبل البرامج كان سلسو جارني بل نسياسي سلاد على جل فرنت قدام بيسو أدريس إن فرنت قدام بيسا أو أندرا يو حواي مر هذه لهذا لا يو حو مهم سن والشعب كصومالي دين لهذا له شعب كصومالي ده حنو باقة أو برنامج أن رجيها أنا أنا كرثي شقيد دونه مستقبلك وعنده لها الصومالي هموجان وحلا صومرة وحلا صومرة هموجان ما أنت حقيت جوكتها شلي سمحات جوكت يا شلي نباتك وكينا يا شلي كل دم قدر صاحب كايا يا عدوغاء سيديد قدك مدو أولوغو لحربو عدوغا سماتا بحي كرتا أو إفتينك عدكو إما كرتا تاسو حان مركا أو باغي لها إيدو سومالي دو كدوليسو باغيك إني قعما إسقب سادان إني مدوبان إني أرقاق حسادة دالكورة كعرب تيران إني دولد وناك شقيان إني علاق تنكا iska dhaafaan nin kasta qiimaha laga filanayo iyo aragtida Soomaaliga uu ku yahay waa inuu waxaan laga filayay hadii xumaan laga filay inaad wanaag ku bedesho aa laga raba marka ummada Soomaaliyeed waxaan leeyahay guul iyo gobannimo ayaan idin rajaynaa gacmahaana isqabsada una diyaar garoobay قف إيا عدكيس لباكن لباتين يكودة وديار قروبة صونا دورتا داتكا مودان إني دميستيري كران جيد دي سعودكا ومدى صوماليا انتاسا عقوباقا وطهي إن سياسي أذن كاقم هذي عليني إنا وقتكا قروح ذا بضان إيا برامشكينا قاركا سيداد نوغلاق بقادة توي إيا قابكا أمركا سياد نوغاق بشي يشبه اللتيفيا وريسو كليا لتو أعداد أمهات سنتي أنا يعني وإذنكو فرح سنة رنتي مركة إنا دادو كبيرة آدبو رئيساتو نا وحي اللي هذا هاي متقانا فرحات كاليتو دمحاي اللي قبلها صوماليين إني متقانا أي تاريخ دانا قران داد كان أي وحويديين أو أي سيدان أديار سيهين أدي أدي أنا جانا شرف ويني وتا ويني دي لنا ويجي نيسا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذاك داود يال أنت هسا يوم كسو قبقبين إن برامش كني جاركها وان وجه اللي ني معناها أما كونفدريشن كقاب كلو قادن كرو إن وحيلة فلان قينا يي أو مركز مرتي وها برامش كما ذاك جرتون كمر وجو ما دعلين هنا إن سياسي سلاد على الجلة وأنت بدنها سياسي سومالية تكون دقن مجلد عاصمة دي مقدشو iyadana barnaamijkeena wareysiga gaarka u ahaa mid aan dhinacay badan ka eegayne haday ahaan lahayd xaaladda dalka hadduu marayo iyo dhanka amniga iyo doorashada la filayaba Soomaaliya qofkii codka inay ka dhacdo 2021 barnaamijka inta hawada ka baxay aniga Faadumo Cabdi Qadir Xasan ayaa idla socodsiinayay dhanka kamerada waxaan kaga mahadcelinaya Yasir een dawadiyasha TV ga Shabeelle sida tooska nagu xiran dhanka Facebook ama page-ka YouTube ka een aadan ugu mahadcelinayna barnaamijka lamida tadib ugu kulmi doono waanigii siyaasiga iyo cameraman-keyga Yasir oo idinku dhaafayna sidaas iyo nabadgelyo salaamun laahi alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.